صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ورد ذكر المتقين في القرآن الكريم كثيرا، فهل المتقين في منزلة الأنبياء؟ وما هو تعريف التقوى وكيف نحقق التقوى؟ منزلة الأنبياء، الأنبياء لا يصل إليها أحد، لا يصل إلى منزلة الأنبياء أحد غير الأنبياء، لكنهم بالمنزلة دون منزلة الأنبياء، وهم درجات، كما قال تعالى: ومن يطع الله والرسول أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. درجات، بعضهم فوق بعض. وفي الآية الأخرى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وهم هذه الأمة، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. هم درجات في أعمالهم، ودرجات في منازلهم في الجنة. نعم.